العالم، بدي توجهي رسالة لأقباط مصر اللي عم بيصير بمصر هلأ. كيف بتساندي الأم المفجوعة بابنها؟ كيف بتساندي يعني كمان البابا شنودة اللي عم يشهد هلأ أكتر وأكتر يلي شهده، إذا بدك مثل ما قلنا قبل قصة فانوس عم يرجموه بالحجارة هو وحي، وهن عم بيزيدوا صلاة وعم يطلبوا أنه ساعدوني أكتر وأكتر بالصلاة. بيستهلوا كتير أقباط مصر. بحب أقول لهم أنه أنتو يلي صار هداك اليوم هن ما عم بيعملوا شيء. أنا شفت فيلم بمسبرو، مش ما تعدوا على الجيش، مش صحيح، ما كانوا عم بيعملوا شيء، ووصل الجيش ونزل فيهم خبيط وبلش يقتل يلي ماتوا بهالشكل. إذا بترجع بتتذكري لأنه ماتوا كأقباط، بترجع بتتذكري أيام زمان 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 زمان، القديسة أبولونيا المصرية وغيرها، هيك ماتوا هودي الشهداء. هلا واحد بيبكي عليهم لانه في شر، يعني بيبكي على الشر، ما تبكوا عليهم هن، بكوا على الشر يلي قتلهم. حلو. وانا بقول لهم انتم شعب ماضي عريق كثير، خليه مستقبلكم بيستاهل ماضيكم. يعني ما تخلوا الحقد والكره يجوا على قلبكم مهما كانت التجربة قوية، لأنه الشهداء المصريين القديمين كان في عندهم تجارب أنه يكرهوا الناس اللي عم يأذوهم. بس أنتوا ضلكم مسيحية، إذا بتبطلوا تحبوا أعدائكم وتصلوا لأعدائكم وتسامحوهم ما بتكونوا مسيحية، ما بتعودوا أقباط حتى إذا اسمكم أقباط. أنا بقول لهم أنتوا يا أقباط عندكم رسالة للعالم كله بما فيه نحن لبنان، انتو عندكم رسالة تنورونا وتنوروا العالم كله بشهادتكم. ضلوا حبوا أعدائكم والنصر لكم بالنهاية. حلو. ما بعرف إذا بعد معي دقيقة أخبر شيء صار بمصر. تفضلي. بتعرفي في بالكتاب المقدس بسفر إشعياء في مطرح بيقول في الله إنه مصر رح تهتدي ورح يقول الله مبارك شعبي مصر. من كم سنة، يمكن 20 سنة أو أكثر، بواحد من المزارات تبع العذراء بمصر في مي، في نبع مي ودائما مليان مي الأبو إذا بدك. إنه رحت هونيك العيلة المقدسة بقى معتبرينه مزار. مرة لقيوا كتاب مقدس فايش على المي بهالمطرح. إيه كتاب كذا كيلو وزنه، أنا شفته للكتاب. نعم. وصورته. يا ريت عرفت رح نحكي عن هالشيء كنت جبت الصورة. يعني هاي النعمة إنه فايش مفتوح على الصفحة، مبارك شعبي مصر، مبارك شعب مصر، شعبي مصر، شو حلو، شعب الله مصر، شعبي مصر. الله. ما مريم كمان لما بده يحميها سفر على مصر. ما هذا المطرح اللي المدينة العيلة المقدسة نزلت فيه العذراء ومر يوسف والطفل يسوع. يعني انت سروة بصراحة بمعلوماتك، خصوصا هيك اللي بتنورنا بتقربنا على بعضنا كشعب واحد كلنا سوا متحدين بالله. انا بدي اقول لهم بس للأقباط، انا بشوف حالي فيكم، انتوا اخواتي، نحن كلنا اخوة، انا بشوف حالي فيكم، بحبكم، وعن محبة بقولكم ما تنزعوا ايمانكم. في عندكم تجربة قوية كتير، وبعرف انه كتير كتار بيناتكم اللي عم بيتصرفوا مسيحيا، بس انا بدي اقول لكل مين اسمه قبطي انه مصيرك القداسة مش مصيرك الحقد. حلو. واذا بتحقد مش رح تضل بهالبلد، واذا بتحب بدك تتكاثر.